كوكو، السلام عليكم البنات، اشراكم حبوباتي. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل ملاح وتكونوا كامل افيك اون تري تري بون سانتي ان شاء الله. حبيت ندخل عليكم بهذه الدخله هذه بليس دعوه ان شاء الله يا ربي يرزق كل وحده، ان شاء الله يا ربي يعطيكم، ان شاء الله يا ربي برنص لهنا، وان شاء الله يا ربي الله لا يحرم كل وحده من هذه التحضيرات. فوالا بناتي، ما تشوفوا هنا درت لكم دونك الزلف اللي كنت تحدايا، ان شاء الله تينيك بيان افيك اون تري تري بون سانتي ان شاء الله. فوالا مكتوني كي تحدايت تحدايين سا زعما نوفا فيديو. فوالا هذه هي البنات، كما قلت لكم ديجا في الفيديو اللي فاتوا بلي سي بون راني بديت التحضيرات تاعي نتاع الخطوبه. فوالا اول حاجه لي البنات زعما اللي نوصيها، اللي نوصيها زعما للمقبلات، كما نقول للمقبلات على الزواج. انا الزواج مزاله، انا راني عاد مقبله على يعني عاد في بدايه مشواري. ان شاء الله يا ربي يتمم بالخير والعقوبه الكل وليا، ان شاء الله يا ربي ربي يرزقها بالزوج الصالح، وتاني كرجه ان شاء الله يا ربي يرزقهم بالزوجه الصالحه. فوالا البنات، هنا كما راكم تشوفوا اول حاجه اللي قلت لكم، يعني كي تبديها، يعني كي تكون عندك فيونساي ولا حاجه يعني مناسبه تكون عندك، اول حاجه اللي ديريها فوالا زعما راح نبدا معكم التحضيرات من الاول حتى للاخير. فوالا هنا البنات كنت نوجد روحي باش نروح، وبيان سور لازم نوجد الكتكوته هذه تاعنا باش نديها معايا كما تعرفوا. فوالا البنات، انا بعد ما كملت لها وجدت ثاني روحي هنايا ديريكتومون كانت الوجهه تاعي باش نروح عند صوالح نتاع الكيراء، يعني ليك صوالح نتاع لي غون بلونش وهاد الصوالح. مي انا خاطري لي غون بلونش هذوني مزيانه، ان شاء الله يا ربي يتمم بالخير ان شاء الله. اول حاجه البنات كيما لكم نصيحه زعما اللي نمديها لكم، يعني كي تجوا رايحين هاد الطريق هادي ان شاء الله، واش ديروا هي سيكو تنظموا افكاركم. افكاركم باينه باللي من يجي الوقت تشوفوا رايحين واحد السسبنس يكون عندكم فريمون، كلشي تنسوا صافي، كاع اللي تكونوا تحلموا به غادي يروح لكم، ما غاديش يقعد لكم في ريسانكم. دونك واش رايحه زعما ديري اول حاجه سيكو هي ديري ورقه وستيلو، ديري ان كارني خصيه سي بون، ديري شري واحد كورنيش ولا شي كارني صغير هكا خصيه يعني لهاد المناسبه هذه. واش ديري؟ نظمي افكارك، كلشي نظميه. شوفي حاجه خاصتك باغي تشريها كتبيها، باسكو النهار يجي كل وقت هذاك تفك شوفي ما يكونش عندك ميم با لو طون باش تشوفي ميم با روحك في المرايه، ولا ميم با باش تغسلي وجهك ما غاديش يكون عندك لو طون. فوالا هنا البنات راكم تشوفوا، انا درت لكم برك جوله حاجه خفيفه. كنت راحه باش نشوف يعني لاغوب برينسيس اللي راح نلبسها. فوالا راح تشوفوها في اخر لا فيديو، راح نوريها لكم. تانيك عندها لي موديل شابين بالبزاف، عجبوني بالبزاف. شوفوا يا البنات، عشقي الذي لا ينتهي الى الشده، نموت على الشده، نموت عليها، نموت عليها. فوالا هنا البنات كما تشوفوا، بعد ما وليت للدار جاب في خاطرنا، جاب في خاطري انا بلوطو، جاب في خاطري الملوي اللي تاع لي ماروكان هذاك تاع المراكا، يعني ماشي الملوي تاعنا كيما المسمن، نو الملوي. واش درت هنا البنات؟ درت دو بول نتاع فرينة، انا درت عيني ميزاني باسكو انا ديما نخدم بالعيني ميزاني، درت دو بول نتاع فرينة ودرت معاهم بول نتاع سميد رطب. فوالا ودرت لهم شويه ملح، ورايحه ندير معاه الماء دافي، ماء دافي ونخليهم يتخلطوني. انا درت شويه في البيتر، خليتهم بتي مومون في البيتر، اي ابري ديريكتومون روحت بديت نديرها بيديا. كيما قلت لكم انا راح نخليكم مع الفيديو باش هكاك نكملها لكم ديريكتومون. المهم كي غادي تعجنوها راح تدخلوها ربع ساعه ترتاح لكم، اي ابري تقرصوها. كي تقرصوها تخلوها واحد الخمس دقائق، تخلوها خمس دقائق ومن بعد تبدو تشكلوا فيها. فوالا البنات كيما قلت لكم، النصائح من بين النصائح اللي راني نفوت عليها ومازال نفوت عليها كامل، ما دامنا ما تخلناش العش تاع الزوجيه، هذه اللي راح نفوتو عليها كامل. كما قلت لكم البنات، لازم لك تنظمي افكار تاعك في مخك. اول حاجه تنظميها في راسك، كي تكوني منظمتها في راسك من بعد ديريكتومون رايحك ميسيلو ورقه تاعك باش هكاك حتى الفكره ما تروح لك. فوالا هذه هي زعما من الاشياء اللي نبغي نفوت بها، سوا 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 حاجه تاعي انا، ولا سوا ميم في لا سوتونس تاعي تاني قدرت كيما هكا، يعني اي حاجه نبغي نفوت عليها لازم لك ستيلو ورقه. على باسكو نهار يجي انت تقولي مازال حال، مي الوقت راه يفوت، يعني الوقت راه يفوت فيت في صافي. لازم وحده من الاول دير الحسابات هادو. دونك اول حاجه اللي لازم لك ديريها، يعني الحاجه الاولى سيكو هي تخيري اللبسه اللي غادي تلبسيها. فوالا يعني بالنسبه للخطوبه، رانا نعرفوا كامل الخطوبه، دونك راهم يديروا لهم كاع لي برينسيس، راهم يديروا لهم حاجه سامبل، حاجه تكون كيما نقول لك حاجه تكون في متناول الجميع. دونك كيما حنايا عندنا الخطوبه ولا لي فيونساي، ما نديروش فيها التصديره وكل شيء، مي انا راني نخمم في واحد الامور ان شاء الله يا ربي مع الوقت رايحين تشوفوهم وراح تدوا افكار. انا هاد الفيديو هادو تاعي غادي نديرهم لحاجه شخصيه، هادو راني نديرهم برك يعني
لي الافكار باش كل وحده تدي دي زيدي دي زيدي. فوالا البنات كما تشوفوا هنايا كما قلت لكم تخيري لا روب اللي راح تلبسيها هي الاولى، باسكو علاه كي تخيري لا روب تاعك اللي غادي تلبسيها سي بون من بعد التيم راح تبان لك غادي ديري كاع في لي فيونساي تاعك، فيونساي ولا عرس، يعني تبغي ديري لي موشوار لي بابي هذوك ديرهم على حسب لا روب تاعك، التيم تاع لا ديكوراسيون ثاني كديري على حسب التيم تاع لا روب تاعك، صافي لا روب تاعك هي الاولى اللي لازم لك توجديها. ومن بعد شوفوا كما انا نبارطاج لكم كل فيديو غادي ندير لكم حاجه منه، ميم لي غاطو باين بلي لي باتي غادي ديريهم، غادي ديري انواع وديري نوع واحد نتاع الغوب تاعك، هذه كمان نعرفوها فوالا. دونك انايا لا غوب تاعي اللي خيرتها شوفوا عندي واحد الدوق، دوق اللي صامت صامطه في الخيار تاعي، صامطه في كل شيء، ميم شي صالح بزاف روح باش نخيرهم، يكونوا افكار في راسي بعد كي روح باش نخيرهم كل شيء روح لي حاجه ما تقعدليش. دونك البنات وصلتوا لي في هذا في هاد اللقطه هادي، ما تنسوليش الجيم الله ربي يفرحكم، ان جيم ان جيم ان جيم اكو خاص نوالو جيم، وتانيك شويه كومونتي هكاك محفزين يحفزوني باش نزيد افونسي اكثر واكثر. فوالا البنات كيما قلت لكم هذه هي اول حاجه اللي لازم لك ديريها قبل كل شيء هي لا روب تاعك، لا روب تاعك هي غادي تبع لك كل شيء، هي اللي غادي تحلك دركا كي تبغي ديري لي بوت تاعك تخمي تقولي اش هي لا كولور تاع لا روب، كي تبغي ديري الكاطو تاعك تقولي اش هي لا كولور تاع لا روب، تبغي تشري لي زاسيات تاعك والادوات تاني تبغي تفهمي مع صحاب مع تاع لا ديكوراتريس تاني تقولي اش هي باينه بلي راح تقصيك واش من التيم اللي راح ديري. دونك التيم اللي تبعي فيه في الخطبه تاعك ولا عرسك ولا اي حاجه لازم لك تبعي التيم تاع لا روب تاعك، واول حاجه اللي لازم لك تخيريها كي تكون عندك حاجه خيري لبستك خيري التيم تاع لا روب تاعك. فوالا البنات هذه هي، دونك هذا هو كان بالنسبه للملوي تاعي، شوفوا جا روعه فن، بغيت ندير معكم روتين خفيفه هكاك تاع امسيه بعد ما جيت من برا جيت جريه نجري سخفانه عليه. فوالا البنات هذه كانت بالنسبه للفيديو تاعي تاع اليوم، راح نوريكم برك لقطه برك من لا روب اللي يعني من لا روب اللي بغيت نديرها. دونك هذه هي البنات كانت بالنسبه للفيديو تاعي تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم، تهلاو في رواحكم.